حتى يخرج الناس يوما إثر يوم منادين بالعداء الصريح للإسلام وللمسلمين. وزعيم أو قل حاكم متجبر من حكام الجبر يخرج علينا بتصريحات أن عداءه ومعركته الأساسية في حكمه هي عدم تمكين الإسلام والمسلمين من الوصول للحكم، وأن صداقته وولاءه لبني إسرائيل واليهود أشد وأقوى وأمتن من أي صداقة لمسلم أو عربي. أيبتغون عندهم العزة؟ ويأتي بعد ذلك رئيس الدولة الأولى في العالم ليحمل جعبة من الأعمال كلها تنم عن شر وعن سوء، أولها الحديث عن سوريا وعن الشام. فالقرار قد اتخذ في الكواليس العالمية في روما وفي قطر وفي أمريكا وفي روسيا وفي كل مكان، في كل هذه الاجتماعات القرار قد اتخذ، لن نمكن الإسلاميين أو الإسلام من الوصول إلى الحكم، بل إن الانتقال يجب أن يكون من طاغية إلى طاغية آخر، ومن فساد إلى فساد آخر، ومن ظالم نعرفه إلى ظالم نأتي به على دبابات من الغرب أو من الشرق. هذا القرار قد اتخذ ليحال بين الإسلام وبين المسلمين من أن يعودوا مرة أخرى ليعيدوا العزة إلى هذه البلاد، إلى بلاد المسلمين، وليعيدوا العزة وليعيدوا القوة والمنعة، ولكي ينعم المسلمون مرة أخرى بأقل ما يمكن أن يقال الحكم لله عز وجل. أقل حق من حقوق المسلم، أقل حق من حقوق المسلم أن يقول ربي الله. أقل حق من حقوق المسلم قبل الطعام والشراب والهواء. الطعام والشراب والهواء مملوك للناس جميعا، لا يوجد أحد في الدنيا لا كلبا ولا قطا ولا حيوانا ولا أنعاما ولا بشرا ولا غيره إلا يتمتع بالهواء الذي خلقه الله عز وجل، وبالماء الذي ينزله الله عز وجل من المزن، ومن الطعام الذي ينشره من الأرض. ولكن الحق الأسمى والحق الأولى والحق الأهم لبني الإنسان، لبني آدم الذي كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، والله عز وجل حين خلق آدم وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إنه يريد لهذا الإنسان أن يعيش خليفة في الأرض لكي ينعم بحكم الله عز وجل وينعم بهداية الله عز وجل. فإما يأتينكم مني هدى، هكذا قال المولى عز وجل حين أنزل آدم وزوجه من الجنة، قال لهم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع فأولئك هم المؤمنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى، أي إذا جاءكم هداية يا بني آدم من الله عز وجل واتبعتم هذه الهداية كما قال في مكان آخر لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا ما يريده المسلمون. المسلمون لم يثوروا في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس وفي الأردن وفي سوريا، لم يثوروا لمجرد تغيير طاغية بطاغية. ليس لأننا كرهنا هذا المنظر وكرهنا هذا الشخص لذاته، بل إننا كرهنا هذا الشخص لحكمه ولظلمه ولفسقه ولفجوره ولتغوله في دماء المسلمين وفي أموال المسلمين ولإدخال الذئاب إلى أرض المسلمين. وقد بدت العداوة من ألسنتهم وفاحت فيها أقوالهم، وما تخفي صدورهم أكبر. ومن لم يقرأ فليقرأ، من لم يقرأ فليقرأ ماذا يقول كثير من هؤلاء حين يقول أحدهم في تصريح للصحافة العالمية بأن معركته الأساسية كحاكم ليس لإسعاد شعبه ولا هي لما يسمى الرفاه الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو غيره، ليس لهذا ولا لتحرير المحتل من بلاد المسلمين ولا لتوحيد المسلمين ولا لإزالة الفرقة. هذه كلها أحلام أو أمور في أذهاننا نتصورها ونحلم بها ونريدها ليل مساء ليل نهار، ولكن معركته الأساسية هي أن يحول بين الإسلام وبين الحكم، أن يحول بين الإسلام والمسلمين من أن يكونوا هم أصحاب السيادة وأصحاب العزة. المسلم الذي يؤمن بالله عز وجل
ويؤمن بالقرآن الكريم ويؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن أن الله مالك الملك ويؤمن أن الله هو الذي يعز وهو الذي يذل يؤمن بكل هذه الأمور لا يمكن لهذا المسلم إلا أن يأتي بحكم من السماء من عند الله عز وجل لكي ينعم به ساكن الأرض ويرضى عنه ساكن السماء حتى الحيتان في البحر تستغفر لهذا الإنسان المسلم. هذا ما يريده المسلمون. أما أولئك الذين تربصوا على بلاد المسلمين وعلى عروشهم خلال العقود الماضية من الزمن من حكام الظلم وحكام الجور ومن سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحاب الحكم أو الملك الجبري، هؤلاء الذين جاءوا على دبابات وطائرات وعلى أجهزة استخبارات عالمية، منهم من كان في أفغانستان ومنهم من في العراق ومنهم من في سوريا ومنهم من في هذه البلدان كلها، نحن نعلمهم ويعلمهم القاصي والداني، هؤلاء لا يتربصون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ويقول بعض الصحفيين الذين كتبوا عن هذا الحاكم أو ذاك الذي يتحدث عن عدائه للإسلام وعن قربه وعن عمق علاقته مع من احتل بلاد المسلمين زعيم دولة يهود، يقول إنه أكبر ولي أو حليف للغرب، بل إنه يسميه باللغة الإنجليزية sub contractor، أي مقاول من الباطل، مقاول من الدرجة الثانية في الحرب على الإسلام. طبعا هم يزينوا هذا اللفظ بقولهم الإسلام إسلامك تيرور، هذه كلمة تيرور تضاف كلازمة أو قافية بعد الكلام حتى يبعد الشبهة عن أنفسهم. بل إن الذين يحكمون أو يريدون الحكم في الإسلام، أين الإرهاب عندهم؟ أين الإرهاب في المسلمين الذين وصلوا إلى الحكم في مصر؟ أين الإرهاب هناك؟ أين الإرهاب عند المسلمين الذين يقتلون ليل نهار في سوريا في بلاد الشام؟ أين ذاك الإرهاب؟ من الإرهابي الذي يقصف الناس بالطائرات وبالكيماوي وبالمدافع وبالصواريخ؟ أم الذي يحاول أن يدفع عن عرضه وعن أمه وعن أخته أذى ذاك الشبيح أو ذاك الحاكم أو ذاك المتجبر؟ أين الإرهاب؟ أين الإرهاب؟ إخواني، الذي يقوم بالطائرات وبالقصف على مدينة غزة مكتظة بالسكان، يأتي إلى المناطق المزدحمة بالسكان يضرب ليل نهار، يقصف بحمم من القنابل لا تميز بين طفل أو شيخ أو امرأة، هذا الذي يتصدى ويتلقى القنابل بصدره وبدمعه وبعينه وبابنه وبزوجه، هذا هو الإرهابي؟ أم الإرهابي الذي يضرب الناس ليل نهار من السماء ومن الأرض ومن البحر؟ إذن حين يقال إن هذا الحاكم أكبر ولي أو حليف للغرب في الحرب على الإسلام، هذا هو الذي تتحدث عنه الآيات: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يوالي الكافر والظالم ودول العالم ودول الكفر. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل إحباط مشروع حضاري للعالم كله. الإسلام مشروع حضاري ليس للمسلمين فحسب وليس للعرب فحسب، العالم كله إخواني وأنتم تعلمون يئن ليل نهار من ظلم ومن طغيان النظام الرأسمالي الفاسد النتن، هذا النظام الذي يجعل المال يتربص ويتجمع بأيدي ثلة فاسدة من الناس ويترك مئات الملايين ما يزيد عن 1,000,000,000 بني آدم بدون طعام أو شراب أو مأوى، هذا نظام الكل يعلم أنه نظام متهاون لم يسعد الناس في نظام اجتماعي. انظروا إلى شاشات التلفاز هنا ليل نهار، في أي لحظة تفتح وتدير قناة التلفزيون الحديث عما يسمى الهوموسيكشواليتي والزواج المثلي، هذا النظام الذي لم يأتي للناس التقدم المادي. إخواني، التقدم المادي صبغة بشرية أوجدها الله عند الإنسان، الإنسان يتقدم سواء وضعته في الغرب أو الشرق أو في أي مكان، الحاجة تدفعه للاختراع، الاختراعات لو لم يخترعها الرأسماليون الحديثون لاخترعها أهل أفريقيا أو آسيا، ونحن نعلم أن الصين الآن والهند هي بلد الاختراعات، والبرازيل يتقدم فيها التقدم المادي، التقدم المادي ليس بذي شأن. أما هذه الأنظمة التي جاءت للناس، جاءت بأنظمة وعلاقات أفسدت العلاقة بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجها وبين الإنسان والإنسان،
أفسدت الإنسان من الداخل، أوجدت الطمع حتى أن الإنسان لا يخطر بباله أن يعطي إنسانا آخر أو أخا قرضا ولو لمدة يوم واحد. هكذا لله عز وجل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ هذه القيمة من القيم التي تدفعني أن أرفع من شأن أخي الإنسان. قتل على هذه القيم، هذا نظام قتل الإنسان من الداخل، قتل الفطرة وغير فطرة الإنسان. الفطرة الطبيعية فطرة الزواج قضي عليها، فطرة العلاقة بين الرجل والمرأة أصبحت في مهب الريح. حتى المسلمين بعد ما يسمى بعض الإسلاميين بدأوا يترددون في أذهانهم أن قد يكون هذا الأمر صحيحا، لقد أفسدوا حتى الفكرة عند المفكرين. فالعالم كله ينتظر منكم ومن المسلمين في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس وفي المغرب وفي الأردن وفي باكستان وفي أفغانستان، هذا المليار ونصف مسلم الذين يقرؤون القرآن ويتلونه ليل نهار ويؤمنون بالله عز وجل رب السماوات والأرض، ويؤمنون بأن هذا الله الحاكم الأحد هو الوحيد الذي ينزل على البشر حكما لا فيه هوى ولا فيه تحيزا ولا فيه تميزا، لا يحابي أحدا على أحد، فالله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن يحابي إذن؟ أنت تحابي ابنك والله عز وجل ولد له، أنت تحابي أباك وأمك والله لا والد له ولا ترد، أنت تحابي قريبك والله ليس له قريب، أنت تحابي أحدا من لونك والله لا لون له بل هو الذي خلق الألوان كلها، أنت تحابي ابن لغتك والله هو الذي خلق اللسان وخلق اللغات. فالله عز وجل ما ينزل من السماء وما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، هذا هو الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى الهداية للناس. العالم ينتظر الهداية، ينتظر منا شيئا يدلهم على الطريق. ويأتي رئيس أمريكا إلى الشرق ليقول حذاري حذاري يا ملك الأردن، وحذاري حذاري يا رئيس فلسطين، وحذاري حذاري يا رئيس دولة يهود، وحذاري يا رئيس دولة تركيا، وحذاري حذاري كلكم أن ينفذ المسلمون بالإسلام، لأن هذا الإسلام خطر علينا وعليكم. على من الإسلام خطر؟ خطر على المطففين كما قال القرآن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم هو خطر على المطففين. أخطر هو على آلة الربا؟ نعم هو خطر على آلة الربا، لأنه لا يرضى بالربا، وما آتيتم الربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وإن لم تنتهوا عن أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم هو خطر على الربا، نعم هو خطر على الفساد، نعم هو خطر على الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. فالعالم القائم على الظلم وأولئك الذئاب رعاة الظلم. سبحان الله، من الذئب؟ حين يقول ذئاب في أثواب حمل، من هو الذئب؟ الذئب الذي يقتل من المسلمين ويدخل ويدخل الأعداء إلى أرض المسلمين، هذا هو الذئب. أم الذي يريد أن يرفع من شأن المسلمين ويريد أن يعيد للمسلمين كرامتهم وعزتهم؟ الإسلام، هذا الإسلام الدين الحنيف الذي ارتضاه الله عز وجل، الله عز وجل الخالق ارتضى لنا هذا الدين. ألم يقل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ الله عز وجل رضيه لنا، ألا نرضاه لأنفسنا؟ الله سبحانه وتعالى الخالق بعليائه يقول ارتضيت لكم هذا الأمر. الصغير هو الذي عادة يريد أن يرضى، الله الكبير القوي الخالق المنزل يقول ارتضيت لكم هذا الدين ونحن لا نرضاه، أو نجبر على أن لا نرضاه، أو يأتي بأساطيل وبإغراءات مالية، محادثات سرية تدور وراء الكواليس من أجل دعم هذا الفصيل أو ذاك، كي يتعهد هذا الفصيل بأن لا يأتي بالإسلام إلى الحكم. الله ارتضى لنا الإسلام إخواني، وأقولها صراحة، أن العالم أجمع وعلى رأسهم الرئيس الذي يزور الأردن وفلسطين وإسرائيل، أو أسميها دولة يهود حاليا،
ارتضى لنا الكفر. الله ارتضى لكم الإسلام اليوم وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويأتي آخر يقول اليوم جئتكم بأموال من البنك الدولي وصندوق النقد وهذه نعمي أسبغها عليكم وارتضيت الكفر لكم دينا، فهل تقبلون؟ هل تقبلون؟ لا والله لا نقبل، لا نقبل إلا ما ارتضاه الله لنا. الله ارتضى لنا الإسلام، فليعلم أولئك، فليعلم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يرتضون الكفر للمؤمنين، الذين لا يريدون الإسلام للمسلمين، الذين يريدون أن يخرجوا المسلمين من ملتهم ويخرجوهم من طاعة الله عز وجل، كما قال الله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وبشارة من الله بالعذاب أقوى أنواع الوعيد. أنت حين تبشر شخصا تبشره بشيء خير، قل أبشرك بغلام، يا بشرى هذا غلام، والله عز وجل يبشر هؤلاء لأنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، هم يظنوا أنهم هم هؤلاء هم الذين يأتون بالنعيم الدائم للمسلمين وللعالم. فالله عز وجل يقول خذوا البشارة من نوع عملكم، نوع عملكم هذا عذاب للبشر، وبشارتي لكم هي من نفس جنس عملكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله يا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله. May all the praise be to Allah. Brothers and sisters, it is ironic that Allah in the Quran, Allah the Creator, Allah the Powerful, Allah the Rabb of the Samawat wal Ard, He accepted for us our deen. And this was an ayah revealed, one of the last ayahs revealed. Some of the Mufassirin even thought it was the last one, where He says, today I have completed your religion, finished all the religion. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, my ni'mah, precious things, I bestowed upon you, and I finished that, it's done. And I have accepted Islam for you. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا, I am pleased. الرِّضَى, acceptance with a pleasure. الرِّضَى, it's not only acceptance. نقول قبلت, I accept, but it's acceptance with a pleasure. Allah Azza wa Jalla is pleased that this deen is for us. On the contrary, today, the all uproar that we see in Egypt, with all the machines that's backing up the people on the streets, I'm not debating here whether the ruling or the ruler in Egypt is doing right or wrong. That's not the issue. But the uproar in the streets of Egypt is against the acceptance of Islam. We don't want Islam. And we know, it's a fact, we have information, that those who support those demonstrations and the protests are financed by the International Monetary Fund, by the machine from outside, that says, let's give you, Allah Azza wa Jal, I gave you everything you need, and I accept the deen for you. And here they say, let me give you $1 billion or $500 million, some loans, not give, loans. You have to pay it back with your blood. But I accept the kufr for you. And this latest visit of the President of the United States, this is not a critique or an offense, it's just putting things in order. This is not something that we make up. This is what the news is bringing up. This is what the realities are. That a visit with the main goal, there are two goals for it. The main goal is to make sure that the rulership in Syria does not propagate to people that we or they do not accept, which is Islam. We don't want Islam to replace Bashar and the Ba'ath and the Alawis and the Ghulm and the oppression. Let it be peaceful transition into yet another Taghiyah, another Zalim, another oppressor. And they have already orchestrated a whole government. Came from a guy from Texas, raised here, they send him over there, he will be leading the so-called transition. Two things.
On one side, Allah Azza wa Jal accepts Islam for us. On the other side, the International Monetary Fund, the World Bank, United States, Russia, France, Britain, and the rulers in the Middle East, they say, we accept for you the kufr. And it's for us, up to us to choose. We are the ummah. We are the people who worship Allah Azza wa Jal. Which is, what do we accept? What do we want? What is it that we have to push for? What is it that we have to call for? What is it that we have to put all our energy, all our momentum for? The call of Allah Azza wa Jal, what He accepted for us with the pleasure, or what, and let me say it bluntly, what Obama accepted for us. And it's for us to choose, for the people to choose. Not only for the Muslims, all the world, the whole world. Anyone in his right mind, if he will choose, he has to choose the thing that is everlasting. It's the ni'mah that comes from Allah that will never vanish. It's the deen that comes from Allah Azza wa Jal that will never be biased. Brothers, Allah Azza wa Jal, when we say, I will accept his deen, I will accept what he comes from, at the end of the day, Allah doesn't have a son to be biased for. We all have sons. Allah doesn't have parents to be biased for. We all have parents. Allah Azza wa Jal doesn't have blood relatives. We all have. Obama has. He's an African. And the preceding one, he was a white. And the next one could be an Indian or Chinese. Everyone has bias. Allah Azza wa Jal is not biased. So when we accept the deen of Allah Azza wa Jal, when the people of the world, you put this in front of them, they have to choose and to select the thing that comes from Allah Azza wa Jal. So that's the choice. And we hope and we pray to Allah Azza wa Jal to enable this ummah to see with its own eyes. To see with its own eyes and to work from the depth of its heart. And to spend the maximum of its energy. So that at the end of the day, the entire world benefits from this mercy of Allah. Allah Azza wa Jal designated Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have designated you nothing but mercy for all mankind. We have to make sure that this mercy propagates, that this mercy of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the mercy of Islam, comes all the way to everyone in this world. There are millions, billions of people who are looking forward, they are dying to see this Islam come back, to see this Islam that can put back the resources where they belong, the rulership where it belongs, to put the justice back in its order. Everybody in Latin America, in Africa, in Asia, there are billions of people who are suffering day after day from all of this rottenness of the current social order, political order, economic order, all of this that made out of homosexuality a god for the people nobody can touch. Just like anti-Semitism. If you talk anything anti-Semitism, you are dead. Now if you talk anti-homosexuality, you are out of this world. This is what the world needs, Islam, in order to put things back in order. Back the way Allah Azza wa Jal wants it. Allah wants this mind to be straight, this fitrah to be back as He created it. This takreem of Bani Adam, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللَّهُمَّ أَنْ يَسْأَلُهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ أَنْ لَا تَدَعْنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ ولا سيئة إلا محوتها ولا خطيئة إلا وضعتها. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العظام. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تبدل النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تجلب النقم. اللهم انصرنا بالإسلام يا رب العالمين، وأعزنا بالإسلام إنك أنت العزيز الحكيم. ومن ابتغى العزة عند غيرك فأذله، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم خذ بيدهم يا الله. اللهم لا تمكن طاغية سوريا ومن معه من الملأ والشبيحة وغيرهم من التمكن من ضرب مسلم طفل أو شيخ أو رجل بعد هذه اللحظة يا رب العالمين. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، وكل الطغاة إنك على كل شيء قدير. ووحد كلمة المسلمين على الحق يا الله يا كريم. اللهم ومن علينا وعلى العالم أجمع يا الله بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، يحكم فيها بكتابك وسنة نبيك، وترفع فيها راية الجهاد في سبيلك، يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك. إنك على كل شيء قدير، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي ووالدينا
وعلمائنا ومشايخنا يا رب العالمين ومن له حق علينا إنك أنت الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر الصلاة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
يوم يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور محمد الملكاوي على هذه الخطبة.